برنامج حل ودنك هو برنامج بيتكلم عن الانشاد الديني والابتهالات والمديح. بنستضيف كل مره منشد او مبتهل بيكلمنا عن حياته في عالم الانشاد. النهارده معانا منشد خريج معهد الموسيقى العربيه قسم اصوات بتقدير امتياز، والتحق بفرقه الانشاد بالاوبرا عام 97 واعتمد من الاذاعه والتلفزيون عام 2000. شارك في اعمال دراميه بصوته كتير جدا، غير الحانه بقى في الاعمال البرمجيه والدينيه والوطنيه. شارك في مهرجانات كتير، حاز على جوائز وشهادات تقدير من خلال مشاركته في هذه المهرجانات. معانا النهارده المطرب والمنشد الاول في فرقه الانشاد الديني في الاوبرا مصطفى النجدي. رايح الاوبرا عشان اشتغل في الاوبرا كمطرب، عشان وضع الاجتماعي وعشان ما بقاش بغني وخلاص. تمام. فالحمد لله بفضل الله عليا ان لقيت الفرصه المتاحه في الانشاد الديني. في الانشاد الديني. فقلت طب ماشي. وانت اساسا ما كانش ده ميولك بالحقيقه؟ ما كنتش يعني، او ما كنتش اعرفه يعني، او مش ما ادركتش ان انا احترفه، ما اعرفش انا عايز اشتغل في الاوبرا. انا دارس موسيقى عربيه وغني موشحات وموسيقى عربيه والتراث وحاجات للعمالقه الكبار الفنانين العظام اللي غنوا لاصول. هنسمع برضو النهارده، احنا هنسمع منك بصوتك حاجات بقى لعبد المطلب وام كلثوم وفريد الاطرش، كل اللي انت عايزه ان شاء الله. ان شاء الله. فطبعا انا عايز اخش الاوبرا، المتاح الانشاد الديني. دخلت علينا بقى في الاوبرا، وبعد كده نشوف اللي يحصل، الدنيا تمشي ازاي يعني. في الفتره دي كانت الفرقه الموسيقى العربيه بقياده الماستر شرح واشي، كان هو اللي قائد. سنه 97. كان الانشاد الديني بيقول فاصل بين الفصلين. الفرقه العربيه تعمل الفصل الاولاني، وبعدين الفصل الثاني انشاد ديني، وبعدين في الفصل الثالث موسيقى عربيه برضه. يعني انت لما دخلت الاوبرا دخلت على انشاد ديني، ما دخلتش على موسيقى عربيه. دخلت انشاد ديني. فرقه الانشاد الديني. كانت الاداره واحده، موسيقى عربيه كانت هي الاداره. بس انت دخلت على الفرقه دي. فالحقيقه كان عندي فرص كتير بقى اروح للموسيقى العربيه والموضوع، بس انا لقيت الماده اللي هنا الحقيقه انا ما سبتهاش، ما قدرتش اسيبها، اللي هي الانشاد. حلو قوي. لقيت حاجات يعني انا ما اتعلمتهاش. انا كل ما اسال زمايلك يقولوا لي مصطفى النجدي هو المنشد الاول فرقه الانشاد. هم بيقولوا كده مش عارف ليه، بس انا بجتهد يعني الحقيقه. يعني عازفين فرقه الانشاد حافظت من سنه 72 لغايه دلوقتي، حافظت على مركزها. يعني متهيألي سنه 72 كانت هي رقم واحد على الوطن العربي. الحقيقه كانت كده. هل هي دلوقتي حافظت؟ الحقيقه هي دلوقتي الداتا انت اللي في المجال بقى. انا بقول لحضرتك هي زادت. يعني مثلا في سوريا في 3-4 فرق. صح. في كتير. في الاردن، في المغرب وفي تونس وفي الجزائر. حقيقي احنا بقى يعني احنا كنا رقم واحد. حقيقي. هل ما زلنا حافظنا؟ هو ده اللي الحقيقه احنا محافظين. عندنا يعني عندنا الداتا محافظين. بس عايز اقول لحضرتك احنا عندنا الداتا دي حاجه جميله. واحنا بنغنيها وبننشدها. مظبوط. احنا حافظنا، احنا محافظين، بس محتاجين سبوتات علينا. احنا كفرقه محافظه على التراث، محافظين على التراث. سبوتات زي ايه؟ سبوتات اعلاميا بشكل كامل. انا عايز حفله الانشاد الديني. راديو حسين سين هو عامل برنامج حل ودنك. يشكر الراجل بصراحه. لا الحقيقه برنامج. انتوا بتشتغلوا ازاي مع بعض كفرقه انشاد في الاوبرا؟ وبتضموا كم عضو؟ ومين المايسترو بتاع الفرقه؟ تمام. قول لي بقى بتشتغلوا ازاي يعني؟ هقول لك. متقسمه لايه؟ في مثلا قسم مثلا بيغني مثلا تراث عربي، في تراث مثلا تركي، تراث سوري، تراث كده يعني. تمام. هقول لحضرتك دلوقتي الفرقه عشان برضو نبقى برضو احقاقا للحق. يعني بالنسبه للمايستروات اللي اشتغلوا فيها من اول المايسترو الكبير عبد الحليم نويره. تمام. ماشي. اكتر من مايسترو قاد الفرقه دي. تمام. تمام. وتقريبا كلهم على ماشيين على نفس النهج، يعني اسماء كتيره وماشيين على نفس النهج بتاع بتاع الفرقه، اللي هو النهج الاعمال الدينيه اللي عملوها المشايخ. وزي ما قلت لك في الاول بتتعمل، كان عدد المنشدين بيزيد كل فتره. يعني انتوا مثلا الباب مفتوح عندكم لاي حد مثلا صوته كويس يخش فرقه الانشاد الديني؟ على حسب الاحتياج. بتختاروه ازاي؟ على المقدار الفني. يكون بحنجرته زي ما قلنا ولا موهبه؟ بحنجرته، موهبه، يكون حجاره قويه. نشوف ابعاد صوته عامله ازاي. تمام. وهل يقدر ان يقول اللون ده ولا ما يقدرش؟ تمام. ممكن صوت يبقى حلو جدا وكويس، بس ممكن يبقى اللون ده تقيل عليه. تمام. ممكن. يعني انتوا بتقدموا الوان كتيره مثلا شعبي واندلسي احنا بنقدم ولا بتقدموا مثلا؟ بنقدم كل الالوان اللي في اطار الديني. يعني في الحان شعبيه انشاد ديني، يعني الكحلاوي، ما كل الكحلاويات نقدر نقول عليها اغنيه دينيه شعبيه. اغنيه دينيه شعبيه. ده لون بيتقدم عندنا. ده لون. طبعا. بنقدم عندنا اللحن القصيده. ام كلثوم غنت سلو قلبي، وغنت قلبي عاشق، وغنت سنباطي، لحن لها الحان كتير الحقيقه. وانا عليك صلاتي الله وسلام، عليك صلاتي الله وسلام،
شفاعة يا جد الحسنين ده محمد.